شكل انتقال المعلق الرياضي غياث ذبرا من المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI إلى MTV ضجة كبيرة بالوسط الرياضي بشكل عام وسلوي بشكل خاص. وصل ترحيب كبير من عائلة اللعبة ومحبينا ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انتقال ذبرا إلى MTV مكان وليدة الساعة، حيث كانت المفاوضات بين الطرفين جارية على قدم وساق لتنتهي بالساعات الأخيرة قبل انطلاق بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2021-2022. فكيف صار الانتقال؟ مش أول مرة كان بصير في معي اتصال، التقارب كان موجود، كان في أول مرة ما مش الحال، تاني مرة كان كمان في حكي وكانت يمكن تكون قريبة، وآخر تكي كمان معي مرة يعني سنة الماضية عم نحكي السيزن الماضي، كمان رجعت آخر تكي تفركشت الأمور، المرة الثالثة كانت ثابتة. السبور بالنسبة لي هو منه شغل، هو باشن. مؤسستي الجديدة اللي هي الـ MTV عندهم إذا بدك تارجت كتير كبير بالسبور، وحبوا أنه أنا أكون معهم بهذا الشيء، يعني كان مش ممكن كنت لازم أرفض هذا الشيء يعني أبداً. أول مرة هيك رح أقوله. كمان أولادي هن بارت كتير مهم بهذا الموضوع، لأنه أنا أولادي عمرهم تقريباً 6 سنين ونص 7 سنين، لما أنا كنت يعني اشتغل الباسكت بول يعني كانوا في محل بيبيات او كانوا قبل حتى ما يخلقوا، بقى كان كتير حلو انه يشوفوا بيون شو بحب، يعني الشيء اللي عايشه بكل حياته يشوفوه ريل، لانه هلا صاروا واعيين، كبروا صاروا بيعرفوا اكثر. من دون شك الصداقه يلي بتجمع بين طارق كرم وغياث ذبرا من نابل جديده، وهذا اللي ذكره غياث لاول مره عبر هنا لبنان. أنا أول شيء بلشت بالإعلام المكتوب، ويلي أخذني على الإعلام المسموع هو فارس كرم. كان شايف أنه أنا بقدر كتير أكون بهيدا المحل، تقول له أنا ما عندي الإكسبيرينس، قال لي خي طارق عنده الإكسبيرينس، بتعمل بروجرام أنت وياه. عملنا من زمان بروجرام أنا وياه على راديو دلتا، كان عندنا بروجرام اسمه باسكتبول أكشن، اشتغلنا مع بعض موسمين مع بعض، بنعرف بعض من زمان كتير، ودائما كان يكون في تواصل. قلت لك هلا صار الوقت انه يمكن انه تزبط. وعن مستوى الدوري لهالموسم بيقول ذبرا، في عندك فرق كتير قريبه من بعضها، برايي رح يتنافسوا كتير مع بعض، يعني ما في يقول لك انه في فريق كتير احسن من تاني. في عندك 5 انديه مينيموم انا برايي رح ينضم لها اسامي، وانا بعرف يعني في معلومات عندي. انضمام نجم منتخب لبنان ونادي الرياضي السابق وائل عرقجي لنادي بيروت رح يدفع باقي الفرق المنافسة على لقب البطولة لتدعيم فرقة، فكيف بيعلق ذبرا على انضمام وائل لنادي بيروت؟ وفي انتقالات ما تنسى، يعني اليوم انضمام الرهيب مثل ما سميته بواحد من جامعات منتخب لبنان وائل عرقجي لفريق بيروت رح يعطي دفعة كبيرة لفريق بيروت، واللي عمله فريق بيروت رح يخلي غير أندية أنه ما توقف، ما تقول أنه أنا وقفت هون. وما كان فينا ما نسأل ذبرا عن إمكانية نقل تصفيات المؤهلة لكأس العالم بكرة السلة عبر شاشة MTV. أكيد في شغل على الموضوع، وإن شاء الله قريبا يبين شيء، بفضل بس يكون شيء رسمي نحكي فيه يعني، بس لا شك أنه في شغل مش بس على منتخب لبنان، رح يتفاجئوا كتير الجمهور بقصص كتيرة رح تكون على شاشة MTV، رح يكون في كتير قصص رياضة رح يتفاجئوا فيها، رح نشتغل عليها، لأنه عم أقول لك هيدا الشيء أكتر شيء جمعنا. الهدف بالرياضة هو هدف كتير كبير، وهذا الشيء يلي مشانه أنا موجود هون.